مشاهدين الكرام مرحبا بكم. اليوم غنخليكم مع طريقة ديال الطابلاج، الطريقة اللي غادي ناخذ بها الشوكولا ديالنا أولي وغادي ندوبو لواحد لا تمبيراتور ديال 45 درجة، ومن بعد ندوزو لطريقة ديال الطابلاج اللي غتكون في المربر إن شاء الله. خليكم معنا من بعد ما يدوب هاد الشوكولاتة إن شاء الله. اوكي مشاهدينا الكرام، الشوكولا تقدر تكون دابت دابا، غادي نشوفوا الشوكولا ديالنا اللي هي دابت، غادي نتاكدوا من لا تمبيراتور ديالها كيف ما كتشوفوها هي دابا لا تمبيراتور ديالها 42 درجه، سكيفي على انه 42 43 درجه هي واحد لا تمبيراتور اللي مزيانه للشوكولا اولي. خليكم معنا حنا غندوزو مباشره للطابلاج. مشاهدينا الكرام، الطريقه ديال الطابلاج هو على انه كناخذ ثلثين ديال الشوكولا كننزلوها في الرخامه ديالنا المربر وكنخليو ثلث، هاد الثلثين غتهبط لها درجه الحراره ديالها ما بين 27 28، والثلث اللي كيبقى في درجه الحراره الاولى اللي قلنا قبيله 43 44. هاد الطريقه هادي هي اللي كتعطينا تخلينا نوصلوا لواحد لا تمبيراتور ايديال اللي هي بالنسبه للشوكولا اولي اللي كنطومبيري دابا هي 29 30. تقريبا بقى ثلث. دابا غادي نبداو في الطريقه ديال الطومبيراج، وعلى انه غادي نطابليو الشوكولا ديالنا بهذه الطريقه هذه. كتكون عندنا واحد سباتول اللي كنحاولوا نجمعوا بها الشوكولا وكنبقاو كنطابليو، وفي نفس الوقت كنعبروا لا تمبيراتور ديال الشوكولا اللي هي كاينه فوق المربر، كنتبعوا نفس العمليه حتى كنوصلوا لا تمبيراتور اللي كنقلبوا عليها اللي هي توجور 26 27. هاد الشوكولا ديالنا غادي نجمعوها وغادي نستعملوها بالنسبه لي تخيف اللي هما ديجا واجدين ديالنا. خليكم معنا ما تمشوش بعد. مشاهدينا الكرام، رجعنا دابا للشوكولا ديالنا اللي كان طومبيري، هي في واحد لا تمبيراتور ايديال اللي هي 29 30. دابا غادي ناخذوا لي تخيف ديالنا وغادي نديروا ليهم واحد الطريقه زوينه باش كيتغلفوا بالشوكولا كما كتشوفوا. كنبداو بالوحده بالوحده، كنديروا واحد شويه ديال الشوكولا ديالنا في اليد ديالنا، الشوكولا في اليد ديالنا، وكنتبعوا نفس العمليه حتى كنكملوهم. ودابا كنزوقوا لي تخيف ديالنا من بعد ما درنا ليهم لاموند هاشي ومحمر، كنديروا ليهم شويه ديال الشوكولا باش يعطيو واحد المنظر زوين. دابا من بعد ما زوقنا الشوكولا ديالنا بلاموند هاشي ومحمر، كنديروا ليهم واحد شويه ديال الشوكولا وغادي نزيدوهم لي فاي دور باش يعطيو واحد المنظر هائل ورائع. وانا توجور كنشوف على انه الشوكولا شي حاجه رائعه، ما كاينش حسن من الذهب باش تزين، وبالتالي فانا توجور كنحرص على انني نزوقها بالذهب، ونتمنى على انكم تعاودوها ان شاء الله وتمتعوا بها. ايمان اهلا وسهلا. اهلا سي بوشعيب. ايمان احنا عرفنا لانك ايمان جيتي من هولندا وجيتي شاده الطائره والغد ليه صبحتي عندنا باش تعلمي شوكولا. من بعد يومين ديال الخدمه لإيمان، شكون اللي صايب هذا الشيء هذا؟
انا ما تيقاش راسي بلاني اللي مصاوب بهاد لي شوكولا كاملين، ولكن كون ما كانش المساعده ديالك والنصائح ديالك ما كنظنش كانت غادي نقدر نصاوب هادشي كلشي بوحدي. ان شاء الله من بعد هادشي يا ايمان، انت كتفكري على انك تبداي بزنس ديالك وان شاء الله تمشي بعيد في دومين ديال الشوكولا. ان شاء الله ان شاء الله. كتشوفي يا ايمان على انه عطيناك داكشي اللي بغيتي ولا عطيناك اكثر ولا اقل؟ انا اللي تعلمت منك هو انك خصك تتعامل مع الشوكولا بحب كما كتقول دائما. ما بخلتيش عليا بالنصائح، كنشكرك بزاف وكنتمنى انني تندير الكارير ديالي بحالك في مجال الشوكولا ان شاء الله. مرحبا وتشرفنا ونتمنى على اننا نشوفوك نجم في عالم الشوكولا ان شاء الله. شكرا. بغيت غير حاجه واحده، نشكرك بزاف على الاستقبال ديالك وعلى لا جينيروزيتي ديالك وعلى مدام سناء مرتك. مرحبا. كنشكرها بزاف على استضافتها وعلى لا جينيروزيتي ديالها. شكرا بزاف ومره اخرى ان شاء الله. We'll be right back.